النهارده هنطرح موضوع الملاريا وركزوا فيه كويس عشان ايه تعرفوا تفهموه كويس، لان هتبقى يعني هتلاقوا فيه مصطلحات جديده عليكم، فركزوا فيه علشان تفهموه كويس وتعرفوا كل كلمه بتقولها. الملاريا تحتاج انتشار توجد اربعه انواع من البلازميديوم التي تسبب مرض الملاريا وتختلف في اماكن انتشارها. واحد بلازميديوم بيفاز هو ينتشر في المناطق المعدده الاثنين بلازميديوم. يبقى اللي بيسبب مرض الملاريا حاجه اسمها بلازميديوم. الميكروب اسمه بلازميديوم ومنه اربع انواع. بلازميديوم فيفاكس وينتشر في المناطق المعتدله، بلازميديوم فالسبرام وتنتشر في المناطق الاستوائيه. بلازميديوم فيفاكس ده نمره واحد، ونمره اثنين فالسبرام. بلازميديوم فالسبرام. ثلاثة بلازميديوم ملاري وتتوصل في المناطق المعتدله. بلازميديوم ملاري. بلازميديوم اوفال. يبقى احنا عندنا ايه؟ أربعة. أربع أنواع. النوع الأول يبقى أول نوع بلازميديوم فيفاكس. النوع الثاني فالسبرام. النوع الثاني فالسبرام. النوع الثالث ملاري. النوع الرابع اوفال. الطول المعدة وطريقة العدوى. واحدة الاسبروزين عن طريق لمة أنثى. الاسبروزوي. اثنين أدوية. يبقى أول طرق العدوى بقى. كله في عندنا كم طرق كم طريقة للعدوى؟ ثلاثة. نمرة واحد عن طريق أنثى أو لمة أنثى. بعوضة الأنوفيلس. الأنوفيلس. بعوضة الأنوفيلس. البنوفل بتعمل ايه دي؟ بتنقل حاجه اسمها الاسبوروزوي. اثنين الميروزويت عن طريق نقل الدم. ثلاثه من الام المصابه الى الجنين. يبقى عندنا طرق العدوى ثلاث انواع. نمره واحد عن طريق ايه؟ بتنقل الاسبوروزوي. تاني حاجة الميروزويت عن طريق نقل الدم بيتنقل حاجة اسمها ايه؟ الميروزويت. ثلاثة من الأم المصابة الجنين. تاني طريقة من الأم إلى الجنين. مكان المعيشة. واحد أنثى بعضة الأنفوليس. الأنوفيلس. الانوفيلس حيث يحدث تكاثر التزاوج. اثنين كبد وكرات الدم الحمراء للانسان حيث يحدث تكاثر لا تزوجه بسنه تلك الذره تبادل الاجيال وتبادل العوائل حيث تعتبر انثى بعضة الانوفيلس العائل الاساسي والانسان العائل الوسيط ويظهر ذلك في يبقى العائل الاساسي هو ايه؟ انثى بعوضة الانوفيلس. العائل الوسيط الانسان. دول بيتحفظوا كده. الاعراض المرضيه المضاعفه. واحده تتميز الملاريا بتدوس نوبات متتاليه كل ثالث يوم في البلازموديوم فيفاكس واوفال، لذلك تسمى الملاريا الثلاثيه الحميده وكل. يبقى احنا الاعراض عندنا بتختلف من نوع لنوع. الفيفاكس والاوفال دول بيحصلوا الاعراض بتحصل كل ثلاث ايام. وتسمى الملاريا الثلاثيه الحميده وكل رابع يوم في البلازميديوم ملاري، ولذلك تسمى وكل اربع ايام في الملاري. وتحدث نوبات غير منتظمه في البلازميديوم فالسبارا. لذلك تسمى بالملاريا الخبيثه. الفيفاكس ثلاث ايام. والملاريا ثلاث ايام. والملاريا اربع ايام. والهالسبار هي المنتظمة. دي اللي بيسموها الايه؟ الخبيثة.
الملاريا الخبيثه اللي هي فلس البرق. هذه النوبات تحدث نتيجه انفجار كرات الدم الحمراء وخروج الصمام والفضلات حتى يتغذى الطفل على الهيموجلوبين وتتميز ثلاث مرات واحده لمرحله البروده، ويشعر المريض فيها ببروده ورعشه شديده وقشعريره وارتفاع درجه الحراره عن المعدل الطبيعي. به مرحله السخونه فيها ارتفاع درجه الحراره ارتفاعا شديدا. في مرحله العرق يحدث ذلك عندما تهبط درجه الحراره مع عرق قصير ويشعر المريض بالارتواف الشديد. ثلاثة نتيجة انفجار كرات الدم الحمراء يصاب المريض بالأنيميا والضعف الشديد والهدان. أربعة يصاب المريض بالتضخم في الحمى الكبد كما يصاب بالصفراء. التشخيص. يبقى احنا دلوقتي عندنا الأعراض. أول حاجة هيحصل ثلاث حاجات. الأعراض. هيحصل إيه ثلاث حاجات؟ أول حاجة البروده. المريض هيحس إن هو بردان جدا وعنده قشعريرة. ها؟ وبعد كده بتبدا درجه الحراره ايه؟ ترتفع. نمره اثنين درجه الحراره هتزيد جدا هترتفع لاعلى درجه. وبعد كده بيحصل في ايه؟ علق. بيحصل في علق شديد وبعد كده ايه تنخفض درجه الحراره. الاعراض اللي احنا قلنا عليها هيبقى في انيميا وهيبقى في ضعف جديد عشان يعتبر من الانيميا و بيحصل في تضخم في البصر والكبد وبيبقى ممكن يبقى في صفراء موجوده. التشخيص المعملي ألف في الدم السميك يؤخذ بأقصى 3 إلى 4 نقاط من الدم من إصبع المريض تكون متقاربة ومنسجها ببعضها بعود خشبي. ب في الدم الرقيق تأخذ نقطة دم متوسطة الحجم على شريحة ثم فردها بشريحة أخرى تلتصق حافتها بنقطة الدم وتكون مائلة بزاوية 45 درجة وتسحب بسرعة ثابتة فيتكون في الرقيق على سطح الشريحة الأولى. ج يترك فيلم الدم السميك في الهواء حتى يجف ثم يسحب ويفحص المشهد. لا الفيلم السميك يظهر الإصابة من دعمه والفيلم الرقيق يظهر من نوع بلازمته. فاهمين الحتة دي؟ لا بالنسبة للتشخيص هنعمل فيلم. عبارة عن إيه؟ هنعمل حاجتين. هنعمل حاجتين. فيلم سميك وفيلم رقيق. الفيلم السميك هنعمله إزاي؟ هناخد ثلاث نقاط او اربعه حد بعدين هنيجي قلم ونمسكهم مع بعض بحيث ان احنا ايه نجيب لك شريحه. ده الفيلم الايه؟ السميك. الفيلم الرقيق تبقى نقطه واحده وبعد كده بنجيب شريحه نركبها على نقطه الدم وبنمسح فين فين. فبتكون نقطة الدم منتشرة في الايه؟ في الشريحة كلها. يبقى احنا عندنا علاج بعقارين، أول حاجة عقار الكلوروكين. كلوروكين، والثاني الدرابريم. الدرابريم. ده العلاج. الوقاية. الوقاية من الملاريا تنقسم إلى قسمين، واحد اكتشاف المرض على الجو، اثنين الخداع على بعض الأنفلت وذلك عن طريق ردم البشرة والمستشفيات، به رش مسطحات المياه ومدات القطاع على جنبات الأنفلت، تربيط أسماك الجمبوري جمبوري جمبوري ووضع السلك على نواة النقابة البيولوجية حيث ينتج منها بعوض لا يستطيع نقل المرض. تمام. في أي حاجة مش مفهومة؟